من جهتهم أشاد شيوخ وجهاء العشائر بتلبية محافظ صلاح الدين لمطالبهم بشكل عاجل فيما يخص الخدمات البلدية والكهرباء والصحة، حيث ستباشر الجهات المعنية أعمالها بعد عيد الفطر مباشرة. شكرا للسيد المحافظ، استقبلنا بوفد مصغر عن عمامنا ولهم أكبر منا شأنا، لكن أوصلنا المعلومات لهم. الأمور كالآتي اللي انطرحت: عن التربية عندنا 55 مدرسة، 23 منها معطلة. استجاب السيد المحافظ أن تكون متابعة كاملة للمدارس، تهيئتها وإعداد الكادر الكامل إلها. النقطة الثانية، طرحنا مشروع الكهرباء. الكهرباء توجد بالجزيرة 5 خطوط كهرباء، 2 شغالة و3 غير شغالة أو ضعيفة جدا، والسيد المحافظ أوعز بالسير ويعاز إلى دائرة الكهرباء أن يتأمن الخطوط بشكل متساوي ومتكامل قبل الموسم الزراعي الذي سيبدأ بالشهر السابع. اتصل ووجه، أكو صار قسم من الأمور حل مباشر، سوف يكون إن شاء الله عن قريب وبعد العيد سيكون افتتاح مركز صحي في منطقة الجزيرة في منطقة الفوج. موجودة حوالي 40 مسجد موجودة في الجزيرة، أكثرها الآن مقلقة. أوعز السيد المحافظ إلى الأوقاف بأنه هذه المساجد التي توجد يمها كثافة كاملة من السكان أن تفتح، على شرط أن الأوقاف توفر الأشخاص المتكلمين وأصحاب الخطاب المعتدل للتجنب عن التعصب ومشاكل المنطقة. بدعوة كريمة من السيد محافظ صلاح الدين حضرنا اليوم إلى مكتبه، وطرحنا هموم المواطنين في منطقة القادسية، والحقيقة كانت المطالب تتعلق بفتح منفذ إضافي للدخول إلى حي الشهداء، والمشاكل والزخم المروري اللي صاير على شارع البلاج، والمعاناة اللي يعانيها المواطن أثناء مراجعة بعض دوائر الدولة كانت تكون دائرة التعويضات وأمور تتعلق في دوائر القضاء. السيد المحافظ مشكور، كانت استجابته سريعة وباتصال مباشر مع الأشخاص المعنيين ومدراء الدوائر المعنيين بالأمر، كانت هناك استجابة سريعة وحلول مباشرة لهذا الغرض. احنا القوات الأمنية حقيقة اكو تعاون يعني كبير، والحقيقة الجانب الأمني جل اهتمام كل مواطن، لأنه وراء الأحداث اللي تعرض لها المواطن في صلاح الدين